بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نرى موضوع مقترح في الرياضيات لمسابقة أساتذة التعليم الابتدائي 2018. نص التمرين يقول: أولا، احسب القاسم المشترك الأكبر هنا الأكبر للعددين 29 و47، ثم استنتج هل هما أوليين فيما بينهما، معنى هذين العددين. 2، أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 27 و81. 3، الجدول التالي يمثل بعض نقاط التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، النقاط على هذا النحو. هنا الفئات ما معناتها تبويب العلامات، العلامة من 0 إلى 5، العلامة من 5 إلى 10 إلى غير ذلك، ومن هنا عدد التلاميذ. أوجد الفئة المنوالية، أحسب معدل علامات التلاميذ، والفئة الوسيطية، أحسب النسبة المئوية للتلاميذ المتحصلين على المعدل. 4، الجدول التالي يمثل وضعية تناسبية، أولا أكمل الجدول، ثانيا أحسب معامل التناسبية. لنبدأ على بركة الله مع الشرح المفصل لهذا الموضوع. أولا قال أحسب القاسم المشترك الأكبر، هنا القاسم المشترك الأكبر بطبيعة الحال للعددين 29 و47. القاسم المشترك الأكبر نرمز له بالبي جي سي دي، هذا هو رمزه، بي جي سي دي هذا هو رمزه للعددين ماذا؟ 29 وماذا؟ 47. ما هو القاسم المشترك الأصغر بين الأكبر بينهما؟ ما هو القاسم المشترك الأكبر بينهما؟ لاحظوا جيدا، لدينا هنا طريقة لإيجاد البي جي سي دي، هناك عدة طرق ولكن سوف أريكم الطريقة السهلة. لاحظ جيدا، هناك طريقة الطرح أو طريقة القسمة أو طريقة التحليل إلى جداء عوامل أولية. سوف نرى طريقة القسمة، القسمة هي الأسهل. في طريقة القسمة سوف نحتاج إلى جدول، سوف نرسم هذا الجدول، تابعوا جيدا بهذه الكيفية. رسمنا الجدول، والآن نأخذ أكبر عدد على أصغر عدد. أكبر عدد هو كم؟ هو 47، هكذا 47 على أصغر عدد اللي هو 29، ونضع عملية القسمة 47 على 29 سوف يعطي للناتج 1.6 كذا كذا كذا. هذه ما بعد الفاصلة لا نأخذها، وإنما نأخذ الواحد، الواحد أضربه في 29 يعطي لي 29. أضع عملية الطرح، ثم أضع عملية الطرح بطريقة بسيطة، 47 وأنقص منها 29 سوف أجد الناتج 18، هكذا. معناه في الأول ماذا لدينا؟ لدينا ماذا؟ لدينا المقسوم اللي هو 47 والقاسم اللي هو 29 والباقي اللي هو 18. بطبيعة الحال ها هو المقسوم، ها هو القاسم، وها هو الباقي. بعد ذلك أقوم بالإزاحة، هكذا، لاحظ جيدا معي، هكذا. معناه يصبح القاسم هو 29 والقاسم هو 18، وأضع معناه 29 قسمة 18. هذه الطريقة، معناه القاسم قسمة الباقي. عندما أقوم بعملية القسمة سوف نجد 1، الفاصلة لا نأخذها، ثم أضع عملية الضرب، 1 في 18 18، وأضع عملية الطرح، 9 ناقص 8 1، 2 ناقص 1 1. معناه هنا ماذا الباقي؟ هو 11. ثم أقوم بعملية الإزاحة، هكذا. ماذا تصبح لدي؟ تصبح لدي هنا 18 وهنا 11، وأقوم بعملية القسمة، 18 على 11، 18 على 11 1، 1 في 11 11، والباقي كم؟ 7، هكذا. معناه الباقي هنا كم؟ 7 بهذه الكيفية. الآن أقوم بعملية الإزاحة مرة أخرى، هكذا. ماذا تصبح هنا؟ تصبح 11 وهنا 7 والباقي كم؟ أقوم بعملية القسمة، 11 على 7، 11 على 7 1، 1 في 7 7، من 11 كم يبقى لي؟ 4، معنى هنا الباقي. ثم أقوم بعملية الإزاحة، هكذا. كم تصبح هنا؟ تصبح لدينا القاسم اللي هو 7 والمقسوم اللي هو 7 والقاسم اللي هو 4، وأقوم بعملية القسمة، 7 على 4 كم؟ 1، ويبقى 3، معناه باقي 3. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم أقوم بعملية الإزاحة بنفس الطريقة، هكذا، 4 هنا
وثلاثة هنا. أربعة على ثلاثة كم؟ أربعة قسمة ثلاثة. أربعة على ثلاثة واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة واحد، معناه هنا يبقى الباقي واحد. أضيف خانة أخرى هنا هكذا الآن، وأقوم بعملية الإزاحة هكذا، أقوم بعملية الإزاحة، معناه يبقى هنا ثلاثة وهنا واحد. والآن أقوم بعملية القسمة، ثلاثة على واحد كم؟ هي ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، هنا الباقي صفر. عندما يبقى صفر أتوقف، وهنا أقول أن القاسم المشترك أكبر هو كم؟ هو هذا، هذا هو راح جيدا، هو القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين. معنى القاسم المشترك الأكبر هو كم؟ هو واحد بهذه الكيفية. والشيء الذي نكتبه على ورقة الإجابة هو الجدول فقط، لأنه كافي للإجابة. الآن لاحظ جيدا، بعدما وجدنا القاسم قال استنتج ماذا؟ استنتج هل هما أوليان فيما بينهما، معنى هل هذين العددين أوليين فيما بينهما. عندما نجد القاسم المشترك الأكبر لعددين هو الواحد، هنا نقول بما أن القاسم، لاحظ جيدا، القاسم المشترك الأكبر للعددين، شوهما العددين 29 و 47 هو واحد، فإنهما أوليان فيما بينهما. هذه القاعدة، عندما يكون القاسم المشترك الأكبر بينهما هو الواحد، فنستنتج أن العددان كيف هما؟ أوليان فيما بينهما، بطريقة بسيطة جدا. هذا فيما يخص السؤال الأول. الآن مع السؤال الثاني، لاحظوا ماذا قال. أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 27 و 81. هنا سوف أطيل الشرح لكي تفهموا جيدا. في السؤال الماضي، في السؤال السابق قال القاسم المشترك، وهنا المضاعف المشترك. ما معنى مضاعف؟ ما معنى قاسم؟ لاحظ جيدا معي، أعطيكم مثال. أقول لكم مثلا ما هي مضاعفات، عفوا، ما هي مضاعفات العدد، مثلا مضاعفات مثلا العدد 2. ما هي مضاعفات 2؟ تقول لي أين هي؟ هي ماذا؟ الصفر، 2، 4، 6، 8، 10، 12 إلى غير ذلك. مثلا أقول لكم ما هي مضاعفات العدد مثلا 4، ماذا تقول لي؟ الصفر بطبيعة الحال، لأنه هو مضاعف لجميع الأعداد. الصفر، 4، 8، 12، 16، 20 إلى غير ذلك. هي المضاعفات، هذه فيما يخص ماذا؟ المضاعفات. عندما أقول لك لاحظ جيدا المضاعف المشترك، معناه مشترك. الأصغر معناه أصغر مضاعف مشترك بين هذين العددين هو ماذا؟ نيابة عن الصفر، لا يكون معدوم، لأن المضاعف المشترك لا يكون معدوم، هذه قاعدة. معناه أي من المضاعفات مشترك الأصغر، ما هو الذي ترونه مشترك أصغر؟ لاحظ جيدا، لاحظوا جيدا معي، ألا ترون هنا ماذا؟ الأربعة والأربعة هما مشتركان، معناه أصغر عدد من الاثنان من مضاعفات الاثنان، وأصغر عدد من مضاعفات الأربعة اللي هو مشترك هو ماذا؟ هو الأربعة. تقول لي حتى الثمانية هو مشترك،
حتى الثمانية هو مشترك بين هذين مضاعفة العدد، ولكن ماذا قال؟ لاحظ جيدا، الأصغر معناه الصغير، الأربعة أصغر من الثمانية، معناه نأخذ الأربعة بهذه الكيفية البسيطة. هذا ما معنى المضاعف المشترك الأصغر. لاحظ جيدا، أعطيكم فقط شرح بسيط على القاسم. مثلا القاسم المشترك، مثلا لو أقول لك ما هي قواسم العدد مثلا 8، تقول لي قواسم 8 هي الواحد، وهي ماذا؟ هي الاثنان، وهي ماذا أيضا؟ هي الأربعة، وهي الثمانية. لماذا؟ لأن 8 على الواحد 8 والباقي صفر، 8 على الاثنان هي 4 والباقي صفر، 8 على 4 هي 2 والباقي صفر، 8 على 8 هي 1 والباقي صفر، دائما الباقي صفر، معناه هذه هي قواسم العدد 8 بهذه البساطة المطلقة. هكذا نجد القواسم. وأقول لك ما هي قواسم العدد مثلا، العدد مثلا 4، ما هي قواسم العدد 4؟ لدي الواحد، ولدي كم؟ ولدينا الاثنان، ولدينا كم؟ الأربعة بهذه الكيفية. هذه هما قواسم العدد 4. الصفر ليس قاسم، هذا ليس صحيح، وإنما الواحد، لأن أي عدد على صفر هي حالة عدم التعيين. الآن ها هما قواسم، ولكن هو السؤال مثل ما السؤال السابق، قل القاسم المشترك، وانا نسيت الأكبر، القاسم المشترك الأكبر، لكي أجد القاسم المشترك الأكبر ماذا نفعل؟ لاحظ جيدا، أين هو القاسم المشترك بينهما؟ لدينا، لاحظ جيدا، لدينا واحد هو مشترك، ولدينا الاثنان مشتركة، ولدينا الأربعة مشتركة، ولكن ماذا قال؟ الأكبر، معناه هو ماذا الأكبر؟ هو الأربعة، لأنه هو أكبر قاسم بينهما مشترك. هذا هو الفرق بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر. هنا فقط شرحت ما معنى القاسم المشترك الأكبر، نرمز له بالبي جي سي دي، والمضاعف المشترك الأصغر هذا يرمز له بالبي بي سي ام. هكذا، هذا هما الرموز، هذا المضاعف القاسم المشترك الأكبر، وهذا المضاعف المشترك الأصغر. هذا هو شرح فيما يخص المضاعف المشترك والقاسم المشترك. القاسم المشترك وجدنا طريقة، ها هي طريقة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر. الآن المضاعف المشترك الأصغر، لاحظ جيدا، حتى هذه الطريقة صحيحة وليست خاطئة لإيجاد المضاعف المشترك أو القاسم المشترك، ولكن إذا ما كان العددان كبيران مثل هنا، هذا عدد صغير، مثلا يعطوا لنا العددين هكذا 200 مثلا 224 و340، ويقول لك أوجد لهما البي جي سي دي، معناه القاسم المشترك الأكبر، معناه هذا، هل يمكنني أن أكتب كل قواسم 224 ثم كل قواسم 300؟ هنا طريقة طويلة، معناه من الأحسن أطبق هذه الطريقة فقط بهذه الكيفية. الآن هنا لدينا العدد، هذا فيما يخص القاسم المشترك، هذا الشرح فقط فيما يخص ما معنى القاسم المشترك والمضاعف المشترك. الآن أنهينا مع القاسم المشترك، الآن المضاعف المشترك. أعطيتكم مثال بين الاثنان والأربعة، يمكنكم تطبيق هذه الطريقة على 27 و81، معناه أكتب هنا مضاعفات 27 وأكتب هنا مضاعفات 81، أكتب كل المضاعفات، أكتب كل المضاعفات، والمضاعف المشترك الذي يشترك بينهما ويكون أصغر، معناه أصغر مضاعف مشترك، ذلك هو المضاعف المشترك الأصغر بهذه الكيفية. الآن سوف أريكم طريقة، هذه الطريقة تصلح مع الأعداد الصغيرة، أريكم طريقة تصلح مع الأعداد الصغيرة
والكبيرة. ما هي هذه الطريقة؟ تابعوني جيدا الآن لكي أشرح ما معنى الطريقة. أولا سوف أعطيكم مقدمة للأعداد الأولية. ما معنى الأعداد الأولية؟ الأعداد الأولية هي الأعداد التي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط، على نفسها وعلى الواحد. بمعنى ماذا؟ أعطيكم مثال. مثلا أقول لك 4، هل هو عدد أولي؟ 4 ليس عدد أولي. لماذا؟ لأن لديه قواسم، من بينها ماذا؟ الاثنان، ومن بينها ماذا؟ الأربعة، ومن بينها الواحد. لاحظ جيدا، لديه قواسم هذه الأربعة، معناه ليس أولي. الآن أريكم مثلا عدد آخر، أعطيكم مثلا 7، هل هو عدد أولي؟ نعم 7 هو عدد أولي. لماذا؟ لأنه ليس لديه قواسم من غير الواحد ونفسه. هنا ليس عدد أولي، 1 و4 هذه يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد، نعم، ولكن هناك قاسم آخر يشترك 4 و1 اللي هو 2، لذلك هو ليس أولي. مثلا 7، 7 على ماذا يقبل القسمة؟ يقبل فقط على 1 وعلى 7. هل هناك قاسم آخر يشترك بين 1 و7 غير 1 و7؟ لا يوجد قاسم آخر، لذلك نقول أنه أولي. مثلا أعطيكم مثال آخر، أعطيكم 21، هل هو عدد أولي؟ هل هو عدد أولي؟ 21 ليس أولي. لماذا ليس أولي؟ لأن لديه قواسم من غير 1 و21، 1 و21 هما قواسمه، ولكن هل لديه قواسم غيرها؟ نعم. أعطيكم مثال 3، لأن 21 على 3 7 والباقي 0، ها هو قاسم آخر. مباشرة عندما أجد قاسم آخر من غير 1 ونفسه أقول أنه ليس أولي. أعطيكم مثال آخر، 17، هو ماذا؟ أولي أو ليس أولي؟ نتحقق. 17 يقبل على 1 ويقبل على 17، يقبل على 1 يقبل على 17، لحد الآن هو أولي. الآن هل يوجد عدد آخر يقبل القسمة؟ هل يوجد عدد آخر قاسم 17 مثلا 2 أو 3 أو 4 أو 5؟ إذا وجدت فإنه ليس أولي، إذا لم أجد فهو أولي. هل هناك عدد؟ لا يوجد عدد من غير 17 والواحد، معناه 17 هو أولي بهذه الكيفية. مثلا 3، هل يوجد قاسم آخر من غير 1 و3؟ لا يوجد، معناه 3 هو الأولي. معناه هذه هي الأعداد الأولية، هي التي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد. الأعداد الأولية سوف أكتبها هنا، هي الأعداد التي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط. هذه الأعداد الأولية. أعطيكم أمثلة على الأعداد الأولية. الأعداد الأولية هي ماذا؟ لاحظ جيدا، الأعداد الأولية لدينا 2، لدينا 3، لدينا 5، لدينا 7، لدينا 11، لدينا 13، لدينا 17، لدينا 19، لدينا 23، لدينا 27، لدينا 27 ليس أولي، 27 لأنه يقبل على 3، 23 لدينا 29، لدينا 31، لدينا 37 إلى غير ذلك. هذه هي الأعداد الأولية التي نحتاجها بكثرة في المضاعف المشترك الأكبر. في المضاعف المشترك الأصغر نحتاج على الأقل هذه الأعداد، هذه الأعداد الأولية. لمن لا يفهم الأعداد الأولية يحفظ فقط هذه الأعداد، هي التي نحتاجها كثيرا. الآن لنكمل الآن معناه
احفظوا هذه الأعداد الأولية التي نحتاجها لكي نجد المضاعف المشترك الأصغر. ماذا تقول القاعدة؟ تقول لإيجاد المضاعف المشترك هنا نقول هنا نجاوب هنا هنا أخيرا سوف نجيب عن السؤال. حساب البي بي سي ام اللي هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 81 و27 سوف نجده. ماذا نفعل؟ نقوم بتحليل أولا تحليل هذه القاعدة تحليل العددان لاحظ جيدا نقول تحليل العددان إلى جداء عوامل أولية. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة بأكبر أس. هذه هي القاعدتين التي سوف نطبقهما. الآن سوف نأخذ مثلا 81 ونرى الآن أولا تحليل العدد ماذا 81 نقوم بتحليل العدد 81 نقوم بتحليلها على الأعداد الأولية فقط. معناه هنا نقسمها العدد الأول. العدد الأولي الأول هو 2. هل 81 يقبل على 2؟ لا يقبل على 2. كيف وجدت ذلك؟ لأن رقم أحده ليس زوجي. أو ضعوا 81 قسمة 2 سوف تجدونه بالفاصلة، معناه لا يقبل على 2. هل هو يقبل على 3؟ نعم. نقوم 81 قسمة 3 كم نجدها؟ 27 هكذا. ثم الآن 27 هل تقبل على 2؟ نبدأ من الأصغر، من العدد الأولي الأصغر، من هنا، من هذا، على 2 لا يقبل على 2. نجرب على 3 عفواً 27 على 3 كم؟ 9 هل تقبل على 2؟ لا تقبل على 3. 9 على 3 3. 3 على ماذا تقبل؟ على 3. وهنا الباقي كم؟ 3 على 3 1. الآن نتوقف عندما نجد هنا 1 نتوقف. معناه 81 ماذا يساوي؟ لاحظ جيدا 3 كم لدينا من 3؟ 1 2 3 4 معناه 3 أس 4 هكذا أس قوة. الآن 2 ماذا نفعل؟ تحليل العدد ماذا؟ 27 بنفس الطريقة 27 ونقوم بتحليلها. لاحظوا جيدا 27 هل تقبل على 2؟ نبدأ من 2 من الأصغر. هل تقبل على 2؟ لا. كيف عرفت أنها لا تقبل على 2؟ ضعوا 27 قوموا بقسمتها على 2 سوف تجدون 13 ونصف معناه بالفاصلة، لذلك لا تقبل على 2. على 3 نجرب على 3 نبدأ من 2 ونجرب نجرب على 2 3 وهكذا. 27 على 3 كم؟ هي 9. 9 على ماذا تقبل؟ على 3. 9 على 3 كم؟ 3. 3 على 3 1. عندما نجد 1 نتوقف. معناه 27 ماذا تساوي؟ تساوي 3 ماذا؟ كم من مرة؟ 3 مرات. الآن سوف أمسح هذه الجهة وأقوم بإكمال الإجابة عن السؤال. الآن قد طبقت الخاصية الأولى. الآن بقيت لي هذه. نأخذ الآن العوامل المشتركة والغير مشتركة بأكبر أس. لاحظ جيدا هنا كيف ذلك. لاحظوا جيدا هنا 81 تساوي كم؟ 3 أس 4. و27 تساوي 3 أس 3 بهذه الكيفية. الآن القاعدة تقول لك لإيجاد البي بي سي أم ماذا نفعل؟ نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة. العوامل المشتركة هل توجد؟ نعم لدينا 3 مشترك
ولكن ما هي التي آخذه؟ هل هذه أم هذه؟ ماذا تقول القاعدة؟ أكبر أس. ما التي لديها أكبر أس؟ معناه نقول أن البي بي سي أم يساوي 3 أس 4، اللي هو كم؟ معناه نقول هنا البي بي سي أم للعددين 81 و27 هو كم؟ هو 3 أس 4، واللي هو كم؟ 3 أس 4 هو بطبيعة الحال العدد 81. هذا هو البي بي سي أم لهذين العددين، العددين عفوا هنا 27 بهذه الكيفية. معناه أول شيء نحلل هذين العددين إلى جود عوامل أولية، هكذا بالعوامل الأولية، مع العوامل الأولية أو الأعداد الأولية قد شرحتها ما هي، ثم ونبدأ من الأصغر من الاثنان إلى غير ذلك، ثم ماذا الذي يتكرر نكتبه على شكل أس، ثم نأخذ، لاحظ جيدا لو كان هناك عدد هنا في الاثنان هكذا، ماذا تقول مثلا ماذا نفعل؟ نأخذ العوامل المشتركة، العوامل المشتركة ماذا قلنا؟ قلنا أنها 3 بماذا؟ أكبر أس، نأخذ 3 أس 4. والغير مشتركة هنا الاثنان هل هو مشترك؟ غير مشترك، معناه حتى هو نأخذه، معناه هنا نضرب في اثنان وهنا في اثنان، ويصبح البي جي سي دي هكذا 162. هذا فقط مثال للتوضيح، فقط ما هنا ليس هناك اثنان وليس هنا اثنان بطبيعة الحال، هذا فقط توضيح فيما يخص العوامل المشتركة والغير مشتركة بالنسبة للبي بي سي ام. الآن ننتقل إلى السؤال الآخر. الآن السؤال الثالث ماذا يقول؟ يقول جدول التالي يمثل بعض نقاط تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي موزعة في جدول أو منظمة في جدول شكل فئات. أولا أوجد الفئة المنوالية، نقول أولا إيجاد الفئة المنوالية. لكي نجد الفئة المنوالية، يقول لك المنوال أو الفئة المنوالية هي الفئة التي تحتوي على أكبر تكرار. ما هي الفئة التي تحتوي على أكبر تكرار؟ من هو الأكبر هنا؟ هو 15. معنى الفئة المنوالية هي هذه، الفئة المنوالية هي التي تحتوي على أكبر تكرار. الفئة المنوالية هي ماذا؟ هي من 10 إلى 15، هكذا من 10 إلى 15، هذه هي الفئة المنوالية. أو هنا فئات، جاء الجدول على شكل فئات بهذه الكيفية. مثلا أعطيكم مثال آخر، مثلا نقول أن الاثنان تكرارها هكذا، مثلا اثنان، هذه سلسلة إحصائية، 3 3 4 4 4 4 5. أين هو المنوال هنا؟ هو الذي يحتوي على أكبر تكرار. ما هو العدد الذي يتكرر كثيرا؟ هو بطبيعة الحال هو 4، معناه المنوال هو ماذا؟ هو 4 بهذه الكيفية، معناه الذي يتكرر كثيرا هو المنوال. هذه هي الفكرة. يمكن أن يكون المنوال يكون في السلسلة الإحصائية منوال، ويمكن أن يكون منوالين، ويمكن أن يكون ثلاث منوال، ويمكن أن لا يكون هناك منوال. هذه هي القاعدة. الآن متى يكون هناك منوالين؟ مثلا أعطيك مثال، 2 2 ثم 2 ثم 3 4 4 4 5 5. ما هو الذي يتكرر أكثر؟ لدينا 4 تتكرر 3 مرات، ولدينا 2 تتكرر 3 مرات، معناه هنا منوالين اللي هو 4 و2 بهذه الكيفية. الآن لنواصل
في حل التمرين. هذه الفئة المنوالية. الآن أحسب معدل علامات التلاميذ. الآن 2 حساب المعدل. لحساب معدل أو الوسط الحسابي، الوسط الحسابي المتوازن لكي نحسبها هو نفسه المعدل، يقول الوسط الحسابي أو المعدل معناه نفس الشيء. يجي هنا ليس لدي علامة، لدي فئات، وعندما يكون لدي فئات مثلا لو لدي علامات، مثلا لدي هنا العلامة 12 أو وهنا العلامة 14 وهنا العلامة مثلا 16 وهنا العلامة 17، كيف نجد الوسط الحسابي أو المعدل؟ نرمز له بX بار هكذا. ماذا يساوي؟ يقول القانون، يقول القانون، ماذا يقول القانون؟ يقول العلامة في تكرارها، العلامة في تكرارها مثلا هكذا 12 في 3 هكذا 12 في 3 هذا هو الوسط الحسابي، الوسط الحسابي المتوازن هكذا 12 في 3 زائد، هذا هو القانون، زائد 14 في 10 زائد 16 في 15 إلى غير ذلك، قسمة عدد مجموع التكرارات اللي هي 3 زائد 10 زائد 15 زائد 3. هذا هو القانون في حالة إذا ما كان لدينا علامات وليس فئات، هنا يكون علامات هكذا. الآن نلاحظ أنه في تمريننا هذا لدينا فئات وليس علامات، معناه ماذا يجب علي أن أفعل؟ هنا القاعدة تقول لك يجب أن تضيف خانة أخرى، تضيف خانة أخرى، كيف ذلك؟ تابعوا جيدا. هذه الخانة كيف نسميها؟ نسميها مركز، يجب علينا حساب مركز الفئة. ما معنى مركز الفئة؟ مركز الفئة تقول لك القاعدة أول الفئة زائد آخر الفئة على 2، هذا هو القانون، يقول لك هكذا 0 زائد 5 على 2، 0 زائد 5 على 2 هي 2.5، ثم 5 زائد 10 على 2 كم تساوي 7.5، ثم 10 زائد 15 على 2 كم تساوي 12.5، ثم 15 زائد 20 على 2 كم تساوي 12.17.5 هكذا. لقد وجدت مركز الفئة. الآن لكي نحسب ماذا نفعل؟ القانون ماذا يقول لك؟ X بار اللي هو رمز المعدل ماذا يساوي؟ الآن ماذا يساوي؟ 3 في 2.5 هكذا زائد 10 في 7.5 زائد إلى غير ذلك، هذا هو القانون، معناه يقول لك 3 في 2.5 زائد 10 في 7.5 زائد 15 في 12.5 زائد 3 في 17.5 قسمة مجموع التكرارات. التكرارات هم عدد التلاميذ، هذا الذي يتكررون، هؤلاء الذين يتكررون، قسمة ماذا؟ قسمة 3 زائد 10 زائد 15 زائد 3، ونقوم بعملية الحساب. إذن بعد الحساب X بار تساوي هكذا 10.40، هذا هو المعدل 10.40 بهذه الكيفية. الآن والفئة الوسيطية، الآن حساب أو إيجاد الفئة الوسيطية. لإيجاد الفئة الوسيطية ماذا نفعل؟ هنا لم أقل الوسيط وإنما الفئة الوسيطية، لأن هنا إذا قال أوجد الوسيط لديه قانون، والقانون طويل نوعا ما، وهو مستبعد
في هو مستبعد في المسابقة. الآن لإيجاد الفئة الوسيطية ماذا نفعل؟ نجمع مجموعة تكرارات. كم لدي مجموعة تكرارات نجمعها؟ 3. لاحظوا جيدا معي، نجمعهم 3 زائد 10 زائد 15 زائد 3، سوف نجد 31. انظروا ل 31، هل هو زوجي أم فردي؟ 31 عدد فردي. بما أنه عدد فردي نطبق القانون. ماذا يقول لك القانون؟ يقول لك القانون رتبة الوسيط عندما يكون لديك مجموعة تكرارات عدد فردي، القانون يقول لك آن زائد 1 على 2. آن هذه آن هو ماذا؟ هذه آن هو نفسه مجموع التكرارات. آن هو مجموع التكرارات. الآن نقوم بالعملية. ماذا يساوي رتبة الوسيط؟ آن كم؟ 31 زائد 1 على 2 كم يساوي؟ 31 و 1 هو 32، 32 على 2 هو 16، معناه رتبة الوسيط هو في المرتبة 16. أين هي المرتبة 16؟ لنحسب. لاحظ 3 والعشرة كم؟ 13. هنا لدينا 13 تلميذ، هنا في هذا المكان 14 تلميذ، 15، 16، 7. لاحظ جيدا هنا 16 أين تقع؟ هنا في هذه الفئة 16. هذه التلميذ 16 يقع هنا في هذه الفئة بهذه الكيفية البسيطة جدا. الآن إذن الفئة الوسيطية هي كم؟ هي من 10 إلى كم؟ إلى 15 بهذه الكيفية. هذه هي الفئة الوسيطية بما أنه عدد ماذا؟ فردي. لو كان عدد زوجي مثلا 30، وهنا 30 لو كان عدد زوجي مثلا 30، ماذا نفعل؟ رتبة الوسيط ماذا تصبح تساوي؟ رتبة الوسيط تصبح تساوي آن على 2 زائد 1. رتبته تكون بين رتبة الوسيط تكون بين هذه المرتبة. لاحظ جيدا ماذا سوف نفعل؟ 30 على 2 مثلا، وجدنا أن المجموع هو 30، عندما جمعنا وجدنا 30 مثلا زائد 1 كم تساوي؟ هذه تساوي 15 زائد 1 اللي هي كم؟ 16. رتبة هذا الوسيط رتبته تكون بين المرتبة هذه وهذه، تكون بينهما. هنا لا نقول رتبة الوسيط تساوي، لا نقول تساوي، نقول أن رتبة الوسيط تكون بين المرتبة آن على 2 والمرتبة ماذا؟ آن على 2 زائد 1، معناه تكون بين هذين المرتبتين بهذه الكيفية. تكون هنا بين 15 و 16. أين هي المرتبة 15 و 16؟ هنا التلميذ 15، التلميذ 16، تكون هنا في هذه المكان، تبقى في مكانها. معنى إذا كان زوجي تكون بين المرتبة هذه وهذه، والناتج تكون هنا بينهما. هذه رتبة الوسيط. هناك فيديوهات أخرى لدي في القناة أشرح فيها بالتفصيل كيفية إيجاد الوسيط بعدد زوجي، المجموع عدد زوجي أو عدد فردي. الآن بما أنه عدد فردي، المجموع عدد فردي، مجموع التكرارات عدد فردي، فإن هذه الطريقة الصحيحة. الآن أحسب النسبة المئوية للتلاميذ المتحصلين على المعدل. حساب النسبة المئوية.
لحساب النسبة المئوية للتلاميذ المتحصنين على المعدل. كم هناك من تلميذ تحصل على المعدل؟ لاحظ جيدا كم من تلميذ أقرأ من هنا. هنا عندما أضع هكذا معناه العلامة 10 لا توجد هنا، العلامة 10 لا توجد في هذا المكان. عندما أضع هكذا أقول أن العلامة 10 توجد في هذه الفئة، هكذا. هذه معناتها هذا العارضة مغلوقة أو مفتوحة، هكذا. هنا 10 خارج هذه الفئة، لا توجد العلامة 10 هنا. عندما أضع هنا 10 هنا أدخلتها هنا، 10 هنا العلامة 10، هكذا بهذه الكيفية لكي تفهموا جيدا. في هذا المكان في هذه الخانة هناك العلامة 5، العلامة 6، العلامة 7، العلامة 8 والعلامة 9. في هذا المكان العلامة 10 لا توجد هنا، لا توجد هنا، وإنما توجد هنا لأن هنا مغلق. عندما تجدون هكذا العارضة مغلوقة معناها العشرة هنا توجد، معناها العلامة 10 هنا، 11، 12 إلى غاية 14، 15 لا توجد لأن البوابة مفتوحة، 15 توجد هنا لأن البوابة مغلوقة، هنا 15 إلى غير ذلك. هذا هو التفكير الصحيح. كم من تلميذ تحصل على المعدل؟ لاحظ هؤلاء التلاميذ هم الذين تحصلوا على المعدل. كم؟ 15 والثلاثة. كم لدينا من تلميذ؟ لدينا كم؟ 15 زائد 3 كم؟ 18 تلميذ تحصل على المعدل. 18 تلميذ تحصل على المعدل. كيف إيجاد النسبة المئوية له؟ لدينا 18 تلميذ من كم تلميذ؟ من 31 تلميذ. الكل تحت الكل، الكل هنا أحسب النسبة المئوية، الكل النسبة المئوية كم؟ 100%، 100% تأتي تحت الكل، هكذا. كل التلاميذ تحتها كل النسبة المئوية، وجزء من التلاميذ تحتها جزء النسبة المئوية. هذه 18 أحسب نسبتها كم؟ X. معناه X تساوي ماذا؟ تساوي الطريقة الثلاثية. طبيعة الحال 18 في 100 قسمة 31، وأقوم بالحساب. 18 في 100 قسمة 31 أجد الناتج 58.06%. هذه نسبة التلاميذ المتحصلين على المعدل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا السؤال، ننتقل إلى السؤال الآخر. الآن السؤال الرابع، ماذا قال؟ الجدول التالي يمثل وضعية تناسبية، معناه هذا يمثل وضعية تناسبية، أكمل الجدول. بما أنه يمثل وضعية تناسبية لكي أكمل الجدول، لاحظوا جيدا ماذا أفعل. تابعوني جيدا لأنه سهل جدا وهو محتمل، لأن تناسبية شيء مهم جدا. كيف نكمل الجدول؟ بما أنه، لاحظ جيدا ماذا أقول، بما أنه يمثل وضعية تناسبية يمكنني، لاحظ جيدا ماذا أفعل، أضرب هذا في هذا وأقسمه على هذا لكي أجد هنا هذه. أضع ماذا؟ أضع 8 في 3 على 2 بهذه الكيفية. معنى أبحث عن الخانة التي فيها ماذا؟ فيها الخانة الفوقية والخانة التحتية تحتويان على عددين، هكذا. ثم ماذا أفعل؟ أضرب هذا في هذا والناتج أقسمه على الفرد الذي وحده، العدد الذي وحده بهذه الكيفية. كم أجد؟ 8 في 3 24، 24 على 2 12، هكذا. معناه هنا 12. ثم لكي أجد هذا ماذا أفعل؟ الذي فردي الذي هو وحده، لاحظ جيدا هذا يقابله هذا وهذا هو وحده، الذي يقابله المجهول أقسم عليه، هكذا. 4 في 2 على 8
بهذه الكيفية. الذي يقابله المجهول أقسم عليه. 4 في 2 كم؟ 8. 8 على 8 1. بهذه الكيفية معناه هنا كم؟ هنا 1. الآن الذي يقابله المجهول أضعه تحت. الذي يقابله المجهول ماذا؟ هو الواحد. هكذا معناه. أنظر هنا، لاحظوا جيدا كيف أفعل. إنني أبحث عن هذا، أخذ 4، هذه 4 هكذا، وأرى من هو الذي يقابله المجهول، هو الواحد، وأضرب العددين الآخرين، 4 في 8 هكذا. 4 في 8 كم؟ 32. 32 بهذه الكيفية. هذه وضعية تناسبية. لو تأتون بالآلة حسب وتجربون، 8 في 8 قسمة 2 سوف تجدون 32 هكذا. لو تضربون 1 في 12 قسمة 3 تجدون 4 هكذا. معناه أخذ هكذا بالرابع المتناسب بالمربع. الآن أحسب معامل التناسبية. لكي أحسب معامل تناسبية، ما معنى معامل تناسبية؟ ماذا أفعل؟ أقسم. ماذا أقسم؟ أقسم هذا قسمة هذا بهذه الكيفية. هذا هو معامل تناسبية. معناه أقسم ماذا؟ معامل تناسبية 12 قسمة 3 كم يساوي؟ 4. تقول لي لو أقسم 8 على 2، طبيعة الحال صحيح، 8 على 2 كم؟ 4. تقول لي لو أقسم 4 على 1، صحيح، 4 على 1 4. 32 على 8 كم؟ 4. لاحظ جيدا، هذا المعامل هو ثابت. هذا المعامل هو ثابت، بما أنه لذلك قالوا لنا هو وضعية تناسبية. هنا قاعدة سوف أقول لكم عليها. إذا كان معامل تناسبي هذا ثابت فإن الجدول يمثل وضعية تناسبية. إذا كان ليس ثابت فهو لا يمثل وضعية تناسبية. هذا ما معنى معامل تناسبية. معناه من هنا إلى هنا هكذا أضرب في معامل تناسبية. هكذا أضرب في 4، هذا هو معامل تناسبية. ومن هنا إلى هنا ماذا أفعل؟ أقسم على 4 بهذه الكيفية. هذا هو معامل التناسبية. وبهذا نكون قد أنهينا من الشرح المفصل لهذا الموضوع المقترح لشهادة لأساتذة التعليم الابتدائي للطور، عفوا لسنة 2018.